ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الروح القدس في مدينة عجلون شمال المملكة بمناسبة عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومرتلي الكنيسة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة تذكار عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس الجزيل الاحترام خدمة القداس الإلهي في كنيسة الروح القدس عجلون بمشاركة الوكيل البطريركي في الشمال قدس الأرشمندريت بنديكتوس كيال وقدس الأرشمندريت أثناسيوس خاقيش الرئيس الروحي في مدينة الزرقاء مع كاهن الرعية قدس الأيكونوموس غريغوريوس الريحاني وقدس الأيكونوموس عيسى عياش مع مرتلي الكنيسة. وفي عظة سيادته هنأ أبناء الكنيسة بتذكار عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي الذي نحتفل بعيده ومعيدا أيضا قدس الأيكونوموس غريغوريوس الريحاني الذي يحمل اسم القديس مقدما سيادته صليب بركة متمنيا له الصحة والعافية والخدمة الصالحة للكنيسة في محافظة عجلون. حياة القديسين باسيليوس وغريغوريوس مين بتمعن فيها بشوف حقيقة قديش اهتموا في روحهم واهتموا بعلاقتهم مع المسيح، وكانوا هاي الصداقة اللي بيناتهم كانت تخليهم أو تدفعهم دائماً على عمل الفضيلة وعلى عمل مشيئة الله. قديش نحن محتاجين اليوم لهيك أصدقاء يكون عنا. هدول هاي الصداقة ولدت بناتهم حب لبعضهم البعض وحب للمسيح وحب لكل الكنيسة، عشان هيك بذلوا نفسهم في خدمة الكنيسة كرعاة كأساقفة في خدمة الكنيسة. وعشان هيك منشوف هدول القديسين اللي بعطونا اليوم قدوة حقيقية لمفهوم الصداقة واكتمال هذا المفهوم. كيف تبقى الصداقة ثابتة ما تهتز بظروف الحياة؟ نحن كتير مرات لما منشوف علاقات المجتمع أو علاقات الإنسان مع أخوه الإنسان منشوف قديش بتمر في مراحل اضطراب وكتير مرات نزاعات وخلافات، ولكن اليوم هدول القديسين بعطينا قدوة كيف منا نتخطى هاي الخلافات الشخصية الموجودة فيما بيننا، وكيف منا نقدر دائماً نصدر ونبدي حب المسيح اللي لازم يكون حكم في العلاقة بيناتنا. لما يكون حكم المسيح ومحبة المسيح هي الحكم في العلاقة ومقياس العلاقة مع بعضنا البعض، هاي بتخلينا نشوف أخطاء الآخر أو حتى ضعفات أخونا الإنسان أو حتى أطباعه أو حتى إذا بدكم سوء تعامله أو تصرفه معنا، بتخلينا نشوفها بطريقة تانية، بطريقة اللي ما ندين الآخر ولا نلوم الآخر، ولكن فقط كيف منا نجاهد حتى نحبه، كيف منا نجاهد حتى نلتقي فيه. وشوفوا هدول القديسين أعطونا قدوة اليوم، كل ما كانوا يلتقوا ببعضهم البعض كان حب المسيح هو اللي يحكم هاي العلاقة. عشان هيك شو دفعتهم؟ دفعتهم إنهم كل عمل يقوموا فيه يكون عمل كامل، يعني وهم يدرسوا في الجامعة أحبوا العلوم، وعشان هيك تعمقوا في العلوم وأصبحوا أساتذة عظام في عصرهم اللي درسوا كثير من العلوم في هذاك الزمن اللي عاشوا فيه. وعشان هيك الكنيسة الأقمار الثلاثة مع القديس يوحنا الذهبي الفم وضعتهم إنهم هم شفعاء للمعلمين وللطلاب، لأنهم مش فقط اهتموا في العلم شكليا
يعني مش يهتموا إنه يكون علاماتهم متفوقة ويكون عندهم شهادات عديدة اللي حصلوا عليها بعلوم العصر، ولكن اهتموا إنهم يدخلوا إلى جوهر العلم، لجوهر العلوم. وعقب الصلاة اجتمع سيادته مع أبناء الشبيبة في قاعة الكنيسة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم في الخدمة، كما أشار سيادته لبرامج المطرانية خلال العام الحالي والتي تهدف لمساعدة الكنيسة ولجانها. وبعدها احتفل الجميع بعيد الأب غريغوريوس في أجواء من المحبة والفرح.